يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بأنني شاب أقبلت على الله وتبت من جميع الذنوب، ولكن علي الديون لم أستطع سدادها، فهل توبتي تقبل وما شروط التوبة الخالصة؟ توبة تقبل فيما بينك وبين الله من المعاصي التي تتعلق بحق الله، إذا تبت منها توبة صحيحة غفر الله لك وتاب عليك. أما حقوق المخلوقين فلا تسقطها التوبة، لا بد من أدائها إليهم أو مسامحتهم عنها، ولا تسقطها التوبة. وشروط التوبة ترك الذنب والابتعاد عنه، والعزم ألا يعود إليه، والندم على ما فات منه، والرابع أن يؤدي حقوق المخلوقين إليهم. نعم.